بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ في المحاضرة الثالثة في برنامج الريفت الإنشائي، وسوف نأخذ إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الأعمدة، وسوف نبدأ طبعا أول نقطة من موضوع الأعمدة وهي رسم الأعمدة الرأسية. طيب يانسين، قبل أن نبدأ في عملية شرح كيفية رسم الأعمدة في داخل برنامج الريفت، نركز على حاجة مهمة أو ننبه إلى حاجة هامة، أن الأعمدة لابد أنها ترسم من ضابق لضابق. بمعنى لو انتقلنا الآن إلى الواجهة الشرقية، فالعمود عندما تبدأ بأمر رسم عمود في برنامج الريفت بيطلب منك تحديد ما هو منسوب العمود الأعلى وما هو المنسوب الأسفل للعمود. فبإمكانك مثلا وأنت في المنسوب القواعد ترسم العمود من منسوب القواعد إلى منسوب الدور الطابق الأرضي، أو من منسوب القواعد حتى الطابق أو منسوب بيت الدرج، حسب أي الطريقة التي أنت تحددها. فلذلك إحنا لابد أن نعرف أنه العمود عنصر رأسي، فلذلك لابد أنك تحدد له منسوبين. لذلك أول خطوة تقوم بها في رسم الأعمدة أو الكولوم أنك تحدد المنسوب الذي سوف تكون فيه، ومن ثم تقوم برسم الأعمدة إلى الطوابق الأخرى. أنا طبعا بذهب إلى منسوب الطابق الأرضي وبقوم ثم أعمل على رسم الأعمدة إلى الأسفل إلى منسوب القواعد. بعد ذلك طبعا قضية مسألة أن ننسخها الجميع أرسمها لجميع الطوابق، هذه مرحلة سوف نشرحها لاحقا. الآن سوف أرسم فقط الأعمدة في الذي هي رقاب الأعمدة أو الشورت كولوم ما بين منسوب الطابق الأرضي ومنسوب القواعد. أذهب إلى منسوب الطابق الأرضي وأختار دبل كليك. الآن أنا في منسوب الطابق الأرضي، أرسم الأعمدة من تبويب استركشر، في معنى هنا استركشرال، أو ممكن تنتقل إلى تبويب أركتتشر وتختار كولوم هنا بالسهم، لكن تختار استركشرال كولوم. لو اخترت كولوم أركتتشرال يقوم يرسم لك عمود معماري ولن يظهر في البرنامج، والسبب إن احنا عاملين طريقة العرض هنا ديسبلين باي استركشرال، فأنا أشتغل بالإنشائي. لذلك نذهب إلى تبويب استركشرال ونختار كولوم، أو بالاختصار CL يقوم يفعل لك أمر كولوم. بنقول على اسكيب وبرجع من استركشر واختار كولوم. احنا طبعا بنشتغل بالطريقتين، عن طريق الاختصارات وعن طريق اختيار الامر مباشره. طيب لو انتظرت بعض الثواني على الامر كولوم بزر الماوس بيظهر لك شكل كيفيه رسم الاعمده. بيقول لك انه الاعمده بيرسمها من السناتر، لاحظش من سين، بيرسمها من السنتر وبيرسمها بين ليفلين او منسوبين. طيب بختار كولوم. بعد ما تختار كولوم تلاحظ يا باشمهندسين بيظهر معنا هنا لود فاميلي في تبويب مودفاي بري ستراكشر كولوم. المودفاي طبعا هذه الان اول ما تختار كولوم بيظهر المودفاي الخاص بالكولوم. طيب بيظهر معنا هنا لود فاميلي. لود فاميلي معناه تحميل من المكتبه. احيانا يكون معك اعمده تريد ان تحملها من المكتبه، سوف نتعلم ذلك. بعد ذلك في معك هنا في بانل بليسمنت بيطلب منك هل تريد ترسم عمود فيرتيكال كولوم اي عمود راسي، او سيلنتد كولوم اي عمود مائل. بعد ذلك في معنا ملتيبل. في ملتيبل بيطلب مننا هل تريد ترسم الاعمده على اي تقاطع الجريدات، يعني اي جريد مع اي جريد برسم ايش عنده عمود. أو الخيار الثاني add columns معناه add architectural column، يعني يكون معاك أعمدة معمارية مرسومة ترسم عليها، تقوم أيش يلقط السناب عليها. وهذا بيحصل متى؟ عندما نستورد مشروع من الريفت المعماري إلى الريفت الإنشائي. بعد ذلك معنا هنا tag. تاج في الريفت معناها رمز أو تسمية للعمود، بمعنى إذا أنت فعلته بهذا الآن هو مفعل، بمجرد أعمل كليك يكون غير مفعل. لو فعلته بعد ما تقوم ترسم العمود، لاحظوا برسم هنا أعمل كليك يقوم يجيب لي اسم العمود مع بعد رسم العمود، بعمل كنترول زد. إذا أنت إلغيته بيقوم لاحظوا أرسم العمود في هذه النقطة ما بيجيبش لنا اسم العمود بعد عملية الرسم. طيب معنا بعد ذلك لاحظوا الاوبشن بار. الاوبشن بار فيه كالاتي، الاوبشن بار بيتغير بناء على اختيارك للفيرتيكال كولوم او سيلنتد كولوم. لاحظوا عندما اكون الان في الفيرتيكال كولوم بيكون معنا هذه الخيارات، عندما اختار سيلنتد كولوم بتقوم تتغير شريط الخيارات. احنا الان خلونا على فيرتيكال
كولوم. طيب فيرتيكال كولوم بيقول هنا بيطلب روتيت افتر بليسمنت، معناه يعمل دوران للعمود بعد عمليه الرسم. لاحظوا الان العمود مثلا هو راسيا، لو عملت الروتيت افتر بليسمنت واخترت كليك بيقوم يدور بيتيح لك دوران العمود بعد عمليه الرسم. طيب بعد ذلك هنا بيطلب منك الان ان تريد ترسم العمود لاوين. هو احنا الان في منسوب الدور الطابق الارضي، هل تريد ترسم العمود الان من الطابق الارضي ودبث الى الاسفل او هايت الى الاعلى؟ تحدد انت الوجهه التي تريد ان ترسم العمود فيها. فمثلا لو اخترنا دبث بيقوم بعدين يجيب لك هنا ما تختار المنسوب التي تريد ان ترسم العمود الى المنسوب نفسه. لاحظ احنا مثلا نريد ان نرسم من الطابق الارضي الى منسوب القواعد، فنختار هنا ارسم لنا الى الاسفل الى وين؟ الى منسوب القواعد بهذا الشكل. اما لو اخترت الان ديبت ولكن اخترت انكونكتد، انكونكتد يعني انك بتقوم تحدد للمسافه اختياريه ان تحددها، يقوم يرسم لك العمود، بمعنى انه يقوم مثلا هذا منسوب الطابق الارضي وهذا منسوب القواعد. لو قلنا لاحظوا كان معنا ارتفاع، الارتفاع ما بين منسوب القواعد ومنسوب الطابق الارضي كان معنا 3 متر. لو اخترنا هنا انكونكتد وقلنا ارسم لنا على مسافه 2 متر بيقوم يرسم العمود من منسوب الطابق الارضي الذي احنا الان فيه والى الاسفل بطول 2 متر ونص، يعني انه لا يصل الى منسوب القواعد. طيب هذا الخيارات. بعد ذلك في قائمة بروبرتيز بيخيرنا البرنامج باختيار نوع العمود الطايب، هل هو عمود من الخرسانة المسلحة أم عمود من الفولاذ أو المنشآت المعدنية. البرنامج يحمل لنا كفاميلي، طبعا هذه تعتبر فاميلي، يحمل لنا 3 أنواع من الأعمدة المستطيلة من الخرسانة المسلحة، ويحمل لنا 3 أنواع من اليونيفرسال كولوم من الفولاذ. لو أردت مثلا تحمل أعمدة خرسانية مربعة تذهب إلى المكتبة، تريد أن تحمل أعمدة دائرية تذهب إلى المكتبة، أعمدة والتاج تذهب إلى المكتبة. وأيضا لاحظ أن البرنامج يحمل 3 أنواع من الأعمدة المستطيلة بأبعاد اختيارية هو يحددها، لكن إحنا باستطاعتنا أن إحنا نعمل تعديل لهذه الأبعاد. هذا طبعا كان شرح كمقدمة عن كيفية أمر رسم عمود. خلونا الآن نطبق الأمر ونبدأ برسم الفيرتيكال كولوم والأعمدة الرأسية. لاحظوا أنا بضغط الآن أمر بسكيب وبعود مرة أخرى من ستراكشر أختار كولوم. بختار مبدئيا هنا فيرتيكال كولوم، وأما بالنسبة للجريد وآد كولوم والتاج ما بختارهمش. خلونا الآن نبدأ نطبق على خطوة خطوة. هنا بختار من بالنسبة للدبث بقول ارسم لي دبث إلى الأسفل إلى منسوب القواعد، منسوب القواعد، واختر لنا عمود وعلى سبيل المثال وليكن عمود خرساني 450 في 600. الآن تنتقل إلى الجريدات لترسم الأعمدة حسب المخطط المعماري، لكن خلونا الآن كيفية رسم الأعمدة. لاحظوا يا باشمهندسين الآن هو ماسك العمود من السنتر وبانتظارك انك تحدد تعمل كليك في اي مكان لرسم العمود. مثلا انا اريد ارسم الاعمده مثلا في سناتر المحاور. لاحظوا باشمهندسين عندما اكون في سنتر المحور يتظهر المحاور باللون الازرق، تحدد باللون الازرق. لاحظوا لو تحركت الى اليمين بشكل بسيط الان انا على المحور الافقي جي ولكنني لست على المحور الرأسي 1. فلذلك انت كيف تعرف انك في السنتر؟ عندما تاتي الى المحور تعرف انك بيظهر معك المحاور باللون الازرق. الان انا مثلا في نفس المكان اعمل كليك يقوم برسم العمود. لاحظوا ايضا لو اريد الان ارسم عمود ولكن بشكل افقي، يعني بشكل افقي يعني اعمل روتيت للعمود، بسيط جدا من المسطره او السبيس من لوحه المفاتيح لو نقرت عليها بيقوم البرنامج يغير لك من اتجاه درب العمود افقيا او راسيا. لاحظوا الان اعمل بالشكل هذا واريد ارسم في مثلا في هذه المكان. لو اريد ارجع الى الوضع الراسي اعمل من الانقر بالمسطره من لوحه المفاتيح يرجعني الى يعود الى الوضع الرأسي. في نقطة مهمة، لو أريد أدور بزاوية 45 وليس بزاوية 90 الذي أفقيا ورأسيا، أنتقل إلى السنتر. عندما أكون في سنتر المحاور وأنقر على
الزر المسطرة أو السبيس من لوحة المفاتيح، يقوم البرنامج يعمل دوران للعمود بزاوية 45 لحظة 80 عندما أكون فقط في سناتر الأعمدة، فلاحظ هذا الشكل يكون دوران بزاوية 45، أما عندما أكون في مكان غير سناتر الأعمدة فإنه يقوم بالتدوير بزاوية 90. طيب لو اختار، ممكن اختار هنا تاج اون بليسمنت، وقلنا ان تاج اون بليسمنت بيجيب لنا اسم العمود الذي هو 450 في 600 بعد رسم العمود. لاحظوا لو اخترت الان تاج اون بليسمنت ثم رسمت اي عمود بيجيبني اسمه بهذا الشكل، لاحظوا. ومجرد ان انا الغي التاج اون بليسمنت يعود الى رسم العمود بدون وضع اسم العمود على العمود بعد رسم. طيب نشوف ما معنى اد جريد. اد جريد معناه يعني انا لو معايا مثلا معايا أعمدة في هذا الجريد وفي هذا الجريد في تقاطع الجريد هذا مع هذا مع هذا في السناتر في الأربعة هذه الجريدات، فأنا بدل ما كل مرة أعمل هنا كليك 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 ممكن أختار آت جريدز آت جريدز، بيظهر معايا المودفاي الخاص بالجريدز، فأختار أعمل كليك يسار كليك بزر الماوس الأيسر بشكل مستمر ثم أحدد على التقاطعات التي أريد أرسم فيها الأعمدة بهذا الشكل، ثم أترك زر الماوس بيقوم الآن برسم الأعمدة عند أي تقاطع عند عملية الداخل المستطيل، ثم الآن أعمل فينيش أو كنسل. فينيش معناه يعتمد رسم الأعمدة أو كنسل يطلع من الرسم بدون رسم أو تنفيذ الأمر. لو اخترت الآن فينيش لاحظوا شمنسين قام برسم الأعمدة. نعود مرة أخرى إلى آت جريد. لو اخترت الآن آت جريد وبدأنا مثلا نحدد هذه الأربعة أو هذه التقاطعات أريد أرسم فيها المحاور بهذا الشكل، لو نقرت الآن مثلا على سبيل المثال الآن وقفت أريد أرسم عند التقاطع هذه، أنقر على كنترول وأواصل الرسم، لأنك لو لم تنقر على كنترول سوف يطلع لك من الأمر الأول. لاحظوا الآن لو بدون أن أضغط على كنترول من لوحة المفاتيح وعملت في هذا المكان قام إلغالي الأمر الأول الذي كان في هذه التقاطعات مع هذه، لكن لو ضغطت على أو اخترت كنترول من لوحة المفاتيح ثم واصلت الرسم كليك يسار بشكل مستمر يقوم يرسم أعمدة جديدة مع بقاء الأعمدة السابقة لها. لو نريد الآن مثلا نحذف مجموعة من الأعمدة بعد رسمها في بأمر جريد، طبعا لو عملنا الآن كليك مثلا في أي مكان يطلع من الأمر كامل إلا تعتمد فينيش أو كنسل، بعود من جديد وأرسم في هذه التقاطعات، لكن الآن لو نقرنا على شيفت وزر الماوس الأيسر بشكل مستمر يقوم الآن مثلا في هذه المنطقة بيقوم الآن بحذف أي أعمدة رسمتها بأمر عن طريق الجريد في هذه المحورين. لاحظوا الآن قام حذف هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود، بعد ذلك بعمل شيفت وأطلع من هذا الأمر. لو اخترنا هنا بعد ذلك روتيت افتر بليسمنت معناه عمل دوران بعد عملية الرسم، بفعل هنا صح ثم انتقل الى رسم العمود في هذا المكان كليك. الان الحاجة الجديدة انه جاب لك خيار الروتيت يعني تحدد الزاوية التي تريد ان يكون العمود دائري او مدور حول محوره حول هذه الزاوية، فنختار مثلا الزاوية 45 او 55 انتر بيقوم يدور لك العمود بهذا الشكل. لاحظوا ايش بنسينا الان لو انتقلنا مثلا الى 3D عن طريق من هنا ديفولت 3D او من هذا المكان، طبعا قلنا اذا كان هنا 3D غير ظاهر فممكن تظهر بدايه من الكويك اكسس تول بار، اعمل كليك بهذا الشكل. لاحظوا ايش بنسين الان معايا هذه الاعمده تم رسمها ما بين منسوب القواعد ومنسوب الطابق الارضي. ممكن الان اتنقل عن طريق الفيجوال ستايل واختار مثلا على سبيل المثال ريلستيك، لاحظ يظهر الاعمده بهذا الشكل، طبعا الان ثقيل بثقل بيظهر الاعمده بهذا الشكل وبهذا الماده ماده خرسانه، طبعا الماده سوف نتكلم عنها المواد الموجوده داخل البرنامج سوف نتحدث عنها في جزء منفصل. بامكاننا ايضا نقوم برسم الاعمده ونحن في ال 3D بيتفعل الامر، ممكن لاحظوا كولوم الان بينتظر منك تحديد رسم العمود، لكن يعني لا يفضل ولا يعني عمليا لا يمكن رسم الاعمده في ال 3D ودائما بنرسمهم في البلانات. لاحظوا ايش بنسين انا بعود الان الى مثلا منسوب على سبيل المثال منسوب الطابق الارضي وبختار برسم الان عمود بحدده من الطابق الارضي وحتى منسوب بيت الدرج، فبختار من هنا كولوم تمام وبختار فقط الان هايت، لاحظوا اختار هايت الى وين؟
إلى الأعلى، يعني من المنسوب الطابق الأرضي إلى الأعلى، إلى وين؟ إلى منسوب بيت الدرج. يعني بختار منسوب بيت الدرج، بختار مثلا بالنسبة للعمود نفس العمود، وبختار مثلا في هذا المكان كليك. لو جيت الآن انتقلنا، لو جينا لل 3D، لاحظوا ايش مهندسين قام برسم العمود من منسوب القواعد وحتى منسوب السطح الأخير. طبعا هذه المحاور الذي اللي فرات بإمكاننا احنا ايش نخفيها، لكن حاليا امر الاخفاء سوف ناخذه ايضا في جزء منفصل. ناتي الان الى رسم الاعمده المائله الذي هي السلنتد كولوم. بنفس الطريقه فقط بنغير، بنختار سلنتد كولوم، نعود مره اخرى الى برنامج الريفيت ونختار من هنا مثلا منسوب الطابق الارضي. لاحظوا العمود المائل يقوم برسم مثلا، ممكن ترسم من هذه النقطه الى هذه النقطه. هو ايضا العمود المائل بيرتسم ما بين منسوبين لكن بشكل مائل. ممكن ترسم عمود مائل من هذه النقطه الى هذه النقطه، يعني ما بين منسوب القواعد وحتى منسوب بيت الدرج. طبعا بننتقل الى منسوب مثلا الطابق الارضي، لاحظوا ايش بنسين، وبختار من structural بختار كولوم، بس فقط هنا بختار سلنتد كولوم عمود مائل. اذا اخترت عمود مائل لاحظ ان الاوبشن بار بتقوم تتغير معنا. لاحظ بختار هنا سلنتد كولوم. الان البرنامج بيطلب منك تحديد، لاحظوا ممكن انك ترسم في البلان، بيطلب منك ما هي فيرست كليك، يعني النقطه الاولى في اي منسوب، ثم بيقول لك سكند كليك النقطه الثانيه في اي منسوب، ثم يقوم برسم العمود المائل. لاحظوا انا بختار ان النقطه الاولى تكون في منسوب السطح، منسوب الطابق الارضي، منسوب الطابق الارضي، والنقطه الثانيه مثلا تكون معانا في منسوب الدور الثاني، مثلا الدور الثاني بهذا الشكل. الان لو اخترت مثلا من هذه النقطه على سبيل المثال، من هذه النقطه الى هذه النقطة، الان انا عملت كليك، هذا الكليك رسمها في الطابق الارضي، الكليك رقم 2 يقوم يرسمها في منسوب الطابق الثاني. اعمل هنا كليك، الان قام رسم لنا عمود مائل. ما بيظهر معك عمود مائل الا لما عندما تكون ايش في الثري دي. لاحظوا يا باشمهندسين هذا هو العمود المائل. قلنا كيف نعمل دوران، اما عن طريق الكيو كيوب او شيفت والضغط على دحرجة بشكل مستمر. لاحظوا هو هذا هو العمود المائل. بإمكاني أيضا أني أقوم برسم عمود مائل كولوم سلنتد كولوم، مثلا أول نقطة تكون في منسوب القواعد على سبيل المثال، حتى لو كنت أنا في منسوب الطابق الأرضي لو حددت أول نقطة بيقوم برسمها، لو والنقطة الثانية مثلا في بيت الدرج إلى آخر نقطة. فممكن أختار من هذا المكان كليك، هذا الان الكليك الاولى رسم في منسوب القواعد، والكليك رقم 2 يقوم يرسم لنا في بيت الدرج. لو انتقلنا الى 3D لاحظوا بهذا الشكل يرسم لنا عمود مائل. طبعا العمود قد يكون اي عمود سواء كان ستيل او من الخرسانه المسلحه. طبعا انت كي تغير بين انواع الاعمده ممكن تختار هنا عمود على سبيل المثال ستيل، وتبدا برسم العمود الستيل بهذا الشكل. طبعا انا مختار لما تكون مختار سلنتد الا تحدد له نقطه البدايه ونقطه النهايه. لو رجعنا الى فيرتيكال بيقوم يجيب لك العمود بهذا الشكل، انه بينظر كسكشن كبلان، اما السلنتد بيعمل قطع وينظر اليه بشكل مائل. الا ترسم كليك ثم كليك مره اخرى وتحدد نقطه البدايه والنهايه ثم تنتقل الى 3D، حصل ورسم لك العمود الستيل بشكل مائل. ايضا لو انتقلنا الان الى احد الافيشنات الواجهات ايضا تحصل العمود المائله ظاهره، يعني تظهر في 3D وتظهر ايضا في الالفيشن وايضا تظهر في السكاشن عندما ناتي الى تعلم السكاشن. هذا الان فيما يتعلق بكيفيه رسم الاعمده الرئيسيه والمائله، لكن فيما يتعلق بكيفيه التعديل على الاعمده ونسخها بين الطوابق ان شاء الله سنشرحه في الاجزاء القادمه.